مساء الخير على حضراتكم في كل مكان، حلقة جديدة من مفتاح الحياة. في التاريخ المصريين معروفين بأن هم شعب مسالم بطبعه، لا يثور ولا يحب الثورات. يمكن بسبب ارتباطنا بالأرض عن طريق أهم نشاط مصري عبر التاريخ، هو النشاط الزراعي. الزراعة نشاط مهم ومرتبط بمفهوم الاستقرار لدى المصري بطبيعة الحال في التاريخ كده. خلوا بالكم من كلمة الاستقرار دي، هنحط تحتها كم خط وهنرجع لها تاني حالا، لأنه الكلمة دي هتلاقيها مرتبطة بالشخصية المصرية عبر تاريخها من فجر التاريخ حتى اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي. إحنا مش شعب مغامر، لأنه المغامرة دي مرتبطة يمكن أكتر بالشعوب اللي ارتبطت بالبحر والتجارة، زي مثلا الشعب اللبناني، أو الشعوب اللي اعتادت الارتحال من مكان لآخر، زي الشعوب اللي نشأتها وبدايتها كانت بتعتمد مثلا على نشاط الرعي بينتقل من مكان إلى آخر وراء المرعى. يمكن إحنا نشأتنا وتراثنا مرتبطين قوي بفكرة الاستقرار، علشان كده أول ما بدأنا نعرف حكاية الهجرة بدأنا وقتها نواجه مشكلة، إنه الرقعة الزراعية في مصر بدأت تتآكل، لأنه لما بدأنا نبطل زراعة ونهاجر تآكلت الرقعة الزراعية معاها. بدأ عنوان الاستقرار وهو الأرض والزراعة يتآكل بطبيعة الحال، فبدأت الأرض تضيق على أصحابها وأهلها، فبدأوا يهجروها، فبدأوا يفتقدوا الملمح الأهم للشخصية المصرية، الركون إلى الاستقرار. ثورات المصريين كانت دايماً لو ناخد بالنا في التاريخ ضد محتل أجنبي يخالف المصريين في دينهم الرسمي وفي عاداتهم وتقاليدهم المصرية الأصيلة. ثورنا على نابليون بونابرت في ثورة القاهرة الأولى والتانية اللي قادها شيوخ الأزهر وكان على رأسهم الشيخ الشرقاوي، اتحركت هوجة عرابي أو الثورة العرابية لصد محتل كان بيهدد استقلال مصر. شفنا كفاح الزعيم مصطفى كامل مؤسس الحركة الوطنية المصرية، وكمان ثورة 19 للزعيم سعد زغلول، ثم ثورة يوليو، وكل اللي اتكلمت عنه كان ضد الاستعمار البريطاني. المصريون لم يثوروا ضد الحكم العربي أو العثماني أو المملوكي أو الطولوني أو العباسي أو الفاطمي لسبب وحيد، إن المصريين لم يكونوا ينظروا لهؤلاء باعتبارهم غزاة. هنا كانت فكرة دولة الخلافة وقتها هي السائدة، خلافة عباسية أو فاطمية أو عثمانية. المصريون لم يثوروا ضد حاكم مهما كان فاسد أو طاغي، مع استثناء إطاحة طبعا الأشراف وشيوخ الأزهر أو قيادات المجتمع المدني المصري بزعامة عمر مكرم باشا وتنصيبهم لمحمد علي والي على مصر، في حدث فريد في التاريخ المصري. عشان كده المصريون لما ثاروا ثورتين في 3 سنين، أعتقد إنه هذا بيعني أن هناك طفرة حدثت في الشخصية المصرية، ملمح جديد طرأ على الشخصية المصرية. المصري صاحب فكرة وعقيدة الاستقرار ما بقاش موجود، بقى في مصري آخر بيسعى لحياة كريمة. حياة كريمة بقى دخل فيها كل الشعارات اللي ممكن نقدر إن إحنا نستخلصها من فكرة الحياة الكريمة، من أول العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لغاية الدولة المدنية. سؤال: كيف يستطيع المصري اللي أصبحت نفسه طواقة للحياة الكريمة إنه يحقق هذه المطالب اللي هو نفسه وقف وطالب بيها؟ هل النظام السياسي وحده قادر على تحقيق هذه المطالب؟ خلي بالك، عملنا ثورتين، غيرنا 4 أنظمة في 5 سنين، ولكن هل تحققت المطالب؟ لا لا، قولا واحدا. طيب، عشان أحقق المطالب دي إيه المطلوب؟ هل المطلوب إن أنا أفضل كل شوية والتانية أشيل نظام وأحط نظام وكده الدنيا هتتغير؟ ما أعتقدش. هل المطلوب ثورة من نوع آخر؟ ثورة على القيم، ثورة على المفاهيم،
ثورة على العادات والتقاليد اللي ترسخت وتكلست، صدت يعني بالبلدي، وتآكلت في الشعبية المصرية وفي الشخصية المصرية، حتى أفسدت الشخصية المصرية أو أفسدت أهم ملامح الشخصية المصرية. إحنا محتاجين قيم جديدة، قيم بناءة، قيم فيها مغامرة، قيم ترسخ للاحترام، احترام العمل، احترام التعليم، احترام الآخر. نبص للتعليم والبحث العلمي باعتبارهم هم السلم اللي هنرتقي عليه، سلم التقدم. مهم حب النظام، مش أقصد هنا النظام السياسي، لا، فكرة النظام بعيدا عن الفهلوة. احترام حقوق الآخر والالتزام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق. النظام اللي بتكلم عنه هو البعد عن الفوضى كأول خطوة من أجل تحقيق النظام اللي أنا بتكلم عنه. الفوضى دي بقى عايزة لها حلقة كاملة. لو بصينا حوالينا ببساطة شديدة هنلاقي فوضى في المدارس، فوضى في المصالح الحكومية، فوضى في الشوارع، فوضى في المستشفيات. فوضى هنا يعني تسيب، يعني عدم تحمل مسؤولية، يعني عدم التزام، يعني مفيش نظام، يعني محدش بيعمل شغله لأن عارف أن محدش رقيب عليه. فوضى في كل مكان، فوضى تخلي يمكن آخر حدث صحفي ولا ممثل يغتصب الضجة الإعلامية بأن هو يتريق على اتكتبت كده عسكري غلبان، بس أنا برفض تماما حكاية عسكري غلبان لأن هو مش غلبان، التاني هو اللي غلبان. أي حد يعتقد أن العسكري غلبان يبقى هو اللي غلبان، ده عسكري محترم. عارفين محترم ليه؟ لأنه هو واقف في ظروف صعبة وظروف قاسية. إحنا دلوقتي في الشتاء في عز البرد مطرة، أو في صيف حر، في ظروف سيئة جدا. كون أنه قادر يفضل واقف ويحافظ على الأمن والاستقرار في الظروف دي كلها، ده مش غلبان خالص، ده أنت اللي غلبان. ده هو محترم وراجل. الإهانة الحقيقة كانت إهانة بالغة لمؤسسة محترمة ومؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة المصرية، واللي هي مسؤولة عن أمن الوطن وأمن المواطن وأمن سيادته اللي كان بيتريق. الفوضى يا سادة هي العدو الأول لنا. اختلف مع الحاكم، اختلف مع النظام، اختلف مع الحكومة، اختلف مع أي مؤسسة كما شئت، ولكن الاختلاف لا يصل بنا إلى حد الخلاف والتجريح والإهانة، لأن دي هيبقى اسمها عشوائية في الفكر وحالة فوضى حقيقية. وإحنا بنحتفل بذكرى ثورة يناير، أنا عايزة أقول إننا محتاجين ثورة جديدة، ليست ثورة على نظام، وإنما ثورة لإرساء النظام، ثورة ضد الفهلوة، ثورة على القيم المتآكلة والمتهالكة والمرتخية والمترهلة، ثورة لغرس قيم جديدة إيجابية وبناءة. لن أزايد ولم أزايد عمري على أحد، ولن أتحدث في هذا الأمر لأنه في من يجيد الحديث في هذا الأمر أفضل مني.